السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على النبي الذي اصطفى، ولا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفاء، وبعد إخوتي الكرام إلى الدارمي. باب ما زلنا مع كتاب الأطعمة، باب الأكل باليمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد الحنفي، حدثنا مالك عن هشام، عن أبي بكر بن عبيد بن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وأيضا قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا عمرو بن عون عن ابن عينة عن الزهري عن أبي بكر عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. وقال المصنف أيضا: أخبرنا أبو الوليد الطارسي، حدثنا عكرمة ابن عمار قال: حدثني إياس بن سلمة، حدثني أبي قال: أبصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بصر ابن راعي العير يأكل بشماله، فقال: كل بيمينك. قال: أستطيع. قال: لا استطعت. قال: فما وصل يده يمينه إلى فيه. هذا فيه أيضا أدب من أدب الأطعمة التي ما ترك الشارع شاردة ولا وردة ولا 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 شاذة ولا فذة إلا أتى بها. فبين من الأدب الأكل باليمين، فإذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه ولا يشرب بيمينه، وقال: إن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذه أيضا فيها دلالة على أن الأكل باليمين مستحب عند الأئمة الأربعة، لأنه هيئة من الهيئات وهو أدب من الأداب، ولا نختلف في ذلك. ولكن عندما تأتي المسألة في المباينة بين فعل أهل الإسلام وفعل الشيطان، فلا بد أن نقول بالوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله. فهنا أمر بالأكل باليمين، وبعدما أمر بالأكل باليمين نهى عن الأكل بالشمال والشرب بالشمال. قال: تأكل بشمالكم ويشرب بشمالكم، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه. وهذا لام الأمر هنا في هذا الباب: وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل. وهذه تقوية لمن يقول بالوجوب كالظاهرية ومن نحى نحوهم في وجوب الأكل باليمين وحرمة الأكل بالشمال. لكن لا يستدل بالحديث: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت فشلت يمينه. لأن الأصل هنا في هذا الباب أنه امتنع عن ذلك كبرا على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، امتنع عن ذلك كبرا عن النبي صلى الله عليه وسلم. حبيبي أيها السهم النافذ، كيف أنت أحمد؟ عاوزتني رؤياك يا رجل، رضي الله عنه. فالرجل امتنع عن الأكل باليمين كبرا، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال: لا استطعت فشلت يمين، ما صعدت. يقول الحافظ ابن حجر، قال شيخنا الحافظ العراقي في شرح الترمذي: حمله أكثر الشفاعي على الندبي، وبه جزم الغزالي ثم النووي، لكن نص الشفاعي في الرسالة في موضع آخر من الأمة على الوجوب، وقد قال بالوجوب ابن حزم وتبعه الشوكاني، وقال: يدل على أن الأمر على الوجوب ولا صارف أمور. التعليل أن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله ليس لنا مثل السوء، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. وهذا فيه أيضا أن الشيطان يأكل على الحقيقة ويشرب على الحقيقة، ويشرب بشماله ويأكل بشماله. وورود الوعيد في الأكل بشمال كما جاء في الحديث الثاني من الباب، أن إياس بن سلمة بن الأكوع حدثه عن أبي أن ابن سلمة رجل في الرواية الذي صرح به اسمه، قال: كل بيميني. قال: لا استطيع. قال: لا استطعت. الحقيقة ليس نصا في الأمر كله بأنه، رضي الله عنك، الحمد لله، ليس نصا، ولكن الأمر كله أنه تكبر لذلك شلت يمينه. وأخرج الطبراني من حديث صبيعة الأسلمية من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى صبيعة الأسلمية تأكل بشمالها، فقال: أخذها داء غزة؟ فقال: إن بها قرحة. قال: وإن فمرت بغزة فأصابها طاعون فماتت. أخرجه محمد الربيع. قال: أخذها داء غزة؟ فقال: إنها بها قرحة، يعني ما فعل ذلك تكبرا، لكن سبحان الله ماتت منها. هذا في دلالة أن النهي على الأكل بالشمال والنهي على الحقيقة في التحريم كما تقال في الأصول، ولا يكون مجرد الكراهة فقط إلا لمجاز ما قيام صارف. قال النووي: إذا لم يكن عذر، فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة في الشمال. وقال فيه استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال. والصحيح الراجح أنها واجب، الأكل باليمين واجب والشرب باليمين واجب، كما قلت لم يكن فيها في باب الترجيح إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الشيطان يأكل بشماله ويأكل بشماله، لكفى بذلك ترجيحا، لكفى بذلك ترجيحا. تفضل أستاذ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، اللهم ارض عنا وعن والديه والحاضرين المسلمين. قال الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عليه، قال في سننه كتاب الأطعمة، قال: باب لعق الأصابع. نعم، لعق ثلاث أصابع.
قال من الأكل بثلاث أصابع. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني عن ابن كعب بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاث أصابع ويمسح يده حتى يلعقها. قال رحمه الله أخبرنا موسى بن خالد قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن سعد المدني أن عبد الله بن كعب قال أو عبد الرحمن بن كعب قال شك هشام رحمه الله عليهم جميعا قال أخبره عن أبيه رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يأكل بأصابعه الثلاث إذا فرغ لعنقه. قال أشار هشام بأصابعه الثلاث. جزاك الله خير، أحسن الله إليك ورفع الله مقامك. مسألة الأكل بالثلاث فيها حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأكل أصابع لمسح يده حتى يلعقها، ففيها سنن ثلاثة. السنة الأولى أنه يأكل بثلاث أصابع، وهذه سنة عادة وليست سنة عبادة، هذه سنة عادة وليست سنة عبادة. وفيها أنه يعني يلعقها، هذه السنة الثانية. وفيها الثالثة أنه كان يمسح بعد لعقها، يمسح بعد لعقها، لأنه أصلا قام كما قال إذا بات في يدي غمر فلا يلومن إلى نفسه أن حدث له شيء. حبك الله أبا ياسر، أحسن الله لك. والحديث فيه يسن مع فرق الأكل، لا من الأكل بثلاث أصابع لعق الأصابع. وقلت أن يأكل بيده أو يأكل بأصابع الثلاثة أو يأكل بملعقته أو بشوكته، كل ذلك من سنن العادات. ومن أراد أن يأكل بثلاثة أصابع تمثلا بهيئة كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد بذلك لله جل في علاه. وقد قلنا قاعدة عامة في هذا الباب أن العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات، العادات تنقلب بالنيات إلى عبادات. فهذا قوله صلى الله عليه وسلم يلعقها أو يلعقها، معناه لا يمسح يده حتى يلعقها، فإن لم يفعل حتى يلعقها غيره ممن لا يتقذب أو لا يتأذى بذلك، كذا وجه وجهرية وغير ذلك. والبركة قد تكون في الطعام، في آخر الطعام، قد يجعل الله البركة في آخر الطعام، فيكون فضله في ذلك الباب أنه نال البركة بلعق الأصابع، ولا يمسح حتى لا يضيع على نفسه اللعق. واللعق هنا سنة في أمور ثلاث: لعق الأصابع أو يلعقها غيره، وأيضا لعق الصحفة. لعق الصحفة أيضا تستغفر له، هذا أيضا من الأداب التي تأدبنا به من أداب الإسلام، وفيها أيضا أداب الطعام حتى يحصل المرء كل الخير، يكون مؤدبا مهذبا عند الأكل، لا يكون شرها عند الأكل، وأيضا أن يكون نال البركة من الطعام. نعم. وفيها كما قلت إذا أكل بثلاث أصابع ثلاثة يعني فإنه يلعق الأصابع الثلاثة. واللعق يعني المص، أن تمص الأصبع أو الكف. فقد روى ابن شيبة في المصنف عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طعم أحدكم فلا يمسح يده حتى يمصها، فإنه لا يدري في أي طعامه يبارك فيه. شوفونا تصريح بالعلة الأكيدة في اللعق أو في قبل المسح، هو أن يمص أصابعه أو يلعق أصابعه من أجل أنه لا يدري البركة أين البركة في هذا الطعام. فسبحان ربي العظيم، وهذه أداب ويتحلى بها أهل الإسلام قبل المسح. ومن استحباب لعق اليد محافظة على البركة وتنظيفها، واستحباب الأكل بثلاث أصابع، هذا الاستحباب يكون إن تمثل بالهيئة، أما الأكل بثلاث أصابع فهو سنة عادة. ومن أداب الطعام أيضا استحباب لعق القصعة، وغير استحباب أكل اللقمة الساقطة أن ينظفها ويأكلها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع التمرة، وأيضا قد أمر بذلك يعني حفاظا على نعم الله جل وعلا وشكرا لله على فضله وعلى نعائمه. الفوائد المستنبطة بذلك: ديننا دين الأدب، لم يترك شيئا إلا أتى به، ما ترك شيئا إلا أتى به، السلام عليكم، شاردة أو وردة أتى به. الثالثة: يتردد الأمر بين أن تكون سنة عبادة وسنة عادة، فالأصل أن تكون سنة عبادة إلا ما جاءت القرينة بأنها سنة عادة. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ظنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم،
رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم. فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم. وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.